طبعا مع سوء هذه الحالة أو حالة الطقس وبدء موجة الغبار، أكيد يجب الوقاية والحذر خصوصا للمرضى والكبار أو كبار السن والأطفال بشكل خاص، والناس اللي عندهم مثلا أمراض صدرية أو جيوب أنفية. واليوم يمكن كان متصدر الترند الجيوب الأنفية، لأنه إحنا يمكن كثير مننا أو في نسبة كبيرة من السعوديين والسعوديات يعانون من الجيوب. طبعا يا ريم ومشاهدينا راح نتكلم عن طرق الوقاية، ما هي الفئة الأكثر ضرر من هذه العاصفة. خلونا نرحب معنا عبر سكايب الدكتور سهيل الصالح، استشاري الأمراض الصدرية. مساك الله بالخير دكتور سهيل. مساكم الله بالنور وشكرا جزيلا على الاستضافة. شكرا لك، لأنه فعليا الآن نحتاج منك نصايح بخصوص هذا الموضوع، ما أننا نعيش الحالة هذه أو الحالة حالة الطقس هذه. خلينا نتكلم أكثر عن تأثير الغبار والأتربة على صحة الجهاز التنفسي. بوجود العاصفة الترابية وذرات الغبار والأتربة في الجو، فإن لها تأثير مباشر وغير مباشر لصحة الإنسان، من ضمنها جفاف الجلد، تأثير وحساسية العيون والجيوب الأنفية وكذلك الجهاز التنفسي. فالجهاز التنفسي من الأنف يفلتر الهواء من ذرات الغبار والأتربة، لكن إذا جاءت بكميات كبيرة مثل ما نشوف الآن في العاصفة، فإنها فكميات منها ستدخل الجهاز التنفسي وستؤدي إلى بعض الأعراض للأشخاص حتى الأصحاء منهم. مظبوط كلامك، وإحنا يمكن من يوم ما حسينا بدخول الأتربة قفلنا الشبابيك، برغم أننا قفلنا وأخذنا احتياطاتنا، إلى أنه الغبار موجود في البيت وتقدر تشوفه بالراحة برغم أنه كل شيء مقفول. لكن خلينا نتكلم عن الفئة الأكثر تضررا من هذه موجة الغبار. طبعا في أي من المشاكل التي تؤدي إلى ضغط على الجهاز التنفسي عند الإنسان، أكثر فئة تتضرر هم فئة الكبار السن وأيضا الأطفال والرضع، وكذلك الأشخاص اللي عندهم مشاكل تنفسية، أكثرهم كما تعلمون الربو وحساسية الصدر كما يقولون، المنتشرة عند الأطفال والكبار في السعودية، وكذلك الأمراض التنفسية المزمنة كالتليف الكيسي الرئوي وغيرها من الأمراض التنفسية. نعم. طب دكتور، يعني في مثل هذه خلينا نقول الحالات، وخصوصا اليوم، يعني كثير ناس ممكن انهم يلجؤون انهم ياخذون حبوب حساسيه، بخاخات الانف، او هذه اجهزه البخار اللي توسع الشعب الهوائيه. هل هذا التصرف صحيح طبيا، او في امور اخرى ممكن احنا نتبعها ونسويها؟ دائما يكون التصرف صحيح إذا كان بعد مشورة الجهات الطبية أو الطبيب. بالنسبة لاستخدام البخاخات الأنف لترطيب الأنف وتقليل تأثير الغبار عليه فهذا شيء جيد. بالنسبة لبخاخات الصدر أو البخاخات الربو والبخار أو جهاز البخار للربو، أيضا يستخدم تحت إرشادات الأطباء لتخفيض عوامل تأثير الغبار على الصدر. طب دكتور، اي انا طب يعني مثلا هذا الموضوع او اليوم بالتحديد خلينا نقول صار فجأة، فيعني مو الكل راح يروح الطبيب ويقول لي ايش اخذ وايش اسوي للأمانة، يعني يمكن وانا واحدة منهم. صح انا وصف لي الطبيب يمكن بخاخ وحبوب الحساسية، لكن اول في يعني من زمان، ما هو بالآن، مو عشان الغبار اليوم. فهل هو صحيح اذا حتى لو اروح للصيدلية اطلب منه يعطيني مثل هذه الاشياء، او انك يعني ما تحبذ هذا الموضوع، لازم يكون باستشارة الطبيب؟ يكون في استشارة بالنسبة لوزارة الصحة، بالنسبة للرقم المجاني للاستفسار من عندهم. لكن لا أتكلم مثلا عن المرضى اللي يجون للعيادة، دائما أعطيهم النصائح في الإجراءات الوقائية للربو، وكذلك عند المشاكل كالغبار التي تثير حساسية الصدر والربو، فأعطيهم ماذا يفعلون من زيادة جرعات الوقائي واستخدام الفنتولين للصدر. فغالبا أغلب المرضى اللي عندهم مشاكل مزمنة يكون عندهم إرشادات وتوجيهات من الأطباء بماذا يعملون عند الأزمة كما تحدث الآن. نعم.
الدكتور خالد النمر كتب قبل قليل بلهجة شديدة تغريدة قال فيها في غبار برا ومولعة مبخرة الجاوي تعجعج في البيت وأطفالك معهم ربو ياخذون بخاخات يومية ويكحون قدامك وانت مبسوطة؟ يعني أكيد الوضع ما يتحمل وجود كمان هذا الجو الغبار وكمان الروتين حق يوم الجمعة أننا نولع بخور ونبخر البيت وعندنا حالات في البيت ممكن تعاني من حساسية شديدة أو من ربو. فلو تقول لنا يا دكتور إيش تأثير البخور على الأطفال تحديدا اللي يعانوا من الربو؟ صحيح، بالنسبة للتثقيف المرضى والعوائل وأباء وأمهات الأطفال اللي عندهم ربو دائما نقول لهم بالنسبة لمهيجات الربو مثل الغبار البخور والتدخين كلها عوامل تؤدي إلى المضاعفات والتهيجات الرئة، لذلك دائما ننصحهم بتجنب هذه المهيجات من بخور أو تدخين أو تعرض الأغبرة والتراب. طب دكتور يعني زي ما انت عارف الحين احنا في نهاية اسبوع او ويكند فالناس تحب تطلع تبغى تروح تتمشى او يروحون يزورون اهلهم في تجمعات عائلية، ايش ممكن تنصحهم؟ ايش الطرق الصحيحة انه الواحد يحمي نفسه ويحمي جهازه التنفسي ويحمي الجيوب الانفية من انها تتهيج قدر المستطاع في حال طلع من البيت؟ اولا أنصحهم زي ما نصحت نفسي، أنا أعطيت خيار أني أجي عندكم في الاستديو بالنسبة للنقاش عن هذا الموضوع ففضلت الجلوس في البيت، فالجلوس في البيت الآن هو أهم شيء بالنسبة للمجتمع وخاصة الأشخاص اللي عندهم الأمراض المزمنة. أما إذا اضطروا أنهم يخرجون اضطروا كاضطرار فيجب استخدام الإجراءات الوقائية من استخدام الكمامات ومحاولة عدم الخروج لوقت طويل، الجلوس في السيارة والدخول إلى البيوت أو الأماكن السوبر ماركت أو المولات مباشرة بدون التعرض والخروج للخارج.